دكتور عبد الرحمن دكاكي، سعد صباحك، أخصائي صدرية داخلية. أكيد بدنا نتشكر أنك موجود معنا. ما توقفنا دكتور، بس على الورق على موجود على الورق موجود الاسم. صديقي الدكتور حسام، أكيد بدنا نوجه تحية كثير كبيرة. بالبداية يمكن خلينا نحكي عن المتحور المتجدد بشكل دائم كلياتنا، يعني مش فقط في سوريا، على مستوى العالم. جائحة فيروس كورونا إلى آثار صحية كثير كبيرة، ودائما في مستجد. خلينا نحكي عن المتحور الجديد، شو الجديد فيه، اعراضه، اثاره؟ بالبدايه اولا صباح الخير. صباح الخير والمحبه. صباح الخير والمحبه لكل السوريين، واتمنى الشفاء والسلام لكل السوريين. بالبدايه يعني طبعا موضوع معروف لكل العالم، وموضوع عند كل العالم صار يعرفوا هو ما هو كورونا، وما هي الأعراض السريرية، وما هي الاختلاطات، وصار يعني حدث عالمي خلال هذه السنتين. أولا كوفيد، في هناك طفرات ممكن تحدث للفيروس المتحور، كل فترة ممكن يحدث تغيرات في الفيروس، يعني في يعني يحدث طفرات. ما دام هناك أشخاص غير مصابين وناس سليمين ما انصابوا، ممكن يحدث طفرات للفيروس. اولا صار في عندنا اكثر من نوع من الطفرات، في طفرات كثيره حدثت لهذا الفيروسات خلال هذه الفتره. اولا صار عندنا فيروس دلتا، وصار عندنا الفا، وهناك في طفرات كثيره. اخر واحد اللي عمل ضجه عالميه هو الاوميكرون. هلا الاوميكرون عندما نتحدث عن متحور جديد، يجب ان نعرف يعني بعض الأمور اللي ممكن إحنا تقينا من هذا الفيروس. أولا لازم نعرف هذا المتحور، سرعة انتشار هذا الفيروس. الفيروس ممكن أن يعمل اختلاطات للناس، ممكن أنه هذا الفيروس شو نسبة الوفيات تبعه، هل المناعة المتشكلة من الفيروسات السابقة ممكن أن يقي من هذا الطفرة الجديدة. طبعا هناك يعني صار في حدوث يعني امور يعني كثيره حول هذا الاوميكرون. اول ما ظهر بجنوب افريقيا مباشره، يعني صار عملنا دراسه لهذا الموضوع. كل شيء جديد احنا ما نعرف شو هو، كل شيء جديد ما نعرف انه شو هذا الفيروس. مثلا لما طلع فيروس مثلا دلتا كان يعني اموره كثير خطيره بالنسبه للرئه والاختلاطات تبعه. نقطه اخرى اللي هو هل اللقاح اللي موجود حاليا يفيد بالإوميكرون ولا لا؟ هاي النقاط احنا ممكن لازم نعمل عليها الامور حتى نصل الى نتيجه معينه. من خلال الدراسه، بالنسبه للدراسه اللي حدثوها في اول في جنوب افريقيا، وظهر في هونغ كونغ، وظهر في بافريقيا اكثر، وبعدين انتشر في كل دول العالم. وصارت يعني في انتشار سريع لهذا الموضوع. لاحظوا ما يلي، اولا بالنسبه للأوميكرون هو انتشاره أسرع من الفيروسات السابقة، انتشاره سريع جدا. من خلال يعني من ضمن العائلة الواحدة ممكن يصاب بكل الأمور، ولكن لاحظوا أنه هذا الفيروس شدة أعراضه أخف من الفيروسات دلتا والطفرات المتحورة. أخف عند اللقاح ولا عند هاي بعدين نشوف اللقاحات. أوكي. بشكل عام. أوكي. يعني في ناس ما أخذوا اللقاحات وصار أصيبت بهذا الفيروس، ولكن أعراضه خفيفة إلى متوسطة، ونسبة إصابته إلى الرئة أخف. إحنا كل المتحورات والخوف من المتحورات هو الإصابة الرئوية. صحيح. الإصابة الرئوية هو القصور التنفسي واختلاطاته أنه دخوله إلى المشفى. ولذلك أصبح أنه هذا الأعراض خفيفة وأعراض متوسطة، والأعراض الموجودة أنه تختلف عن المتحورات السابقة. الأعراض اللي موجودة هي أعراض صار عند المرضى تعب، وهن، انحطاط بالجسم، وعنده سعال، والأعراض التنفس العلوي أكثر، يعني مثلا سيلان، عطاس. بالمتحورات دلتا وغيره ما كان في الإصابة الرئوية أكثر، وكان في عنده نقص بالشم، نقص بالتذوق. هنا بالفيروس الجديد نقص الشم والتذوق غير موجود، والحرارة العالية اللي كانت موجودة بالمتحور السابق بهذا المتحور الحرارة خفيفة. لذلك الأعراض التنفسية السفلية أقل، وأقل إصابة للرئة. إذا كان يطمننا ويبشرنا أنه هذا الفيروس أقل خطورة، وأقل خطورة من دخوله إلى المشافي. لذلك إحنا الخوف كله من دخول المرضى إلى المشافي. لذلك هذا الفيروس إن شاء الله يكون أخف
بالرغم انه انتشاره اسرع وبنفس الوقت ما ناخذ الامور ب يعني بامور انه والله هذا فيروس يلا يمشي، لكن في ناس يعني معينين ممكن يكون اصابته اكثر من غيره مثله ومثل الانفلونزا، لذلك ممكن هذا الفيروس تقريبا مشابه لفيروس الانفلونزا الموسميه بالاعراض السيلان والاحتقان والتعطيس وممكن يعمل سعال. هلا هذا الفيروس منتشر بكل دول العالم. تماما دكتور، لكن عندنا في اصابات وقديش عدد الاصابات؟ يعني لهلا هلا تحليل الكورونا بخبرك انه عندك كورونا، هل هي نفس التحاليل مسحه ببين الاوميكرون؟ قد ايه عندنا نسبه بسوريا او بدمشق؟ هلا انت هلا احنا ذكرنا بالبدايه انه عندما نتحدث عن أي طفرة جديدة أو متحور جديدة يهم ماذا؟ يهم المجتمع، يهم أنه الأربع أساسيات اللي هو انتشاره، هل اللقاح اللي ممكن ينعطى للقاح ممكن يفيدنا بإوميكرون، وهل أنه إذا واحد أصيب من قبل إصابة سابقة وهل أنه ممكن أنه ينصاب بالأوميكرون؟ لكن دكتور كيف بينعرف أنه لذلك أوميكرون؟ حاليا بالنسبة للدراسات اللي كله دراسات وفي تطور سريع بالدراسات والعالم كله العلماء كله متابع للأمور بشكل سريع جدا. أولا بالنسبة إذا كان بالنسبة للقاح أول شيء الفحص البي سي آر ببين إذا في أوميكرون. ممكن طبعا بي سي آر ممكن يكشف الأوميكرون. هذا واحد. البي سي ار بيستبي تقنيات خاصه، مو نفس الاختبار اللي ممكن يعمل لكوفيد هذا اللي موجود حاليا، بتقنيه خاصه يكشف الطفرات الموجوده، لانه كل فيروس له طفره، لذلك انه البي سي ار المسحه اللي ممكن تجرى بيستبي تقنيه خاصه. بتقنيه ثانيه. هلا احنا بسوريا غير موجود، واحنا سالتيني سؤال مهم انه احنا عندنا إوميكرون ولا لا؟ كل دول العالم عندها إوميكرون، الدول المجاورة في إوميكرون، أردن، لبنان، الخليج في إوميكرون، بالحالة ما دام في بالدول المجاورة في إوميكرون عندنا إوميكرون، بس احنا نعتمد على العلامات السريرية عند المرضى. هلا احنا بالوقت الحالي طبعا في كثير من أطباء احنا برابطة أمراض الصدر يعني دائما عندنا مجموعة نتناقش بأمور انه في عندنا ولا لا، كثير من الأطباء لاحظوا بالفترة الأخيرة آخر أسبوعين لاحظوا ملاحظات انه في اصابات كثيره لاعراض انفلونزا. هل هي انفلونزا الموسميه ام هي إوميكرون؟ الاعراض اللي موجوده هي عند اغلب المرضى وخاصه عند الفئه العمريه الاقل عند الاطفال. في عندنا سيلان، عندنا عطاس، عندنا احتقان، عندنا حراره، عندنا سعال شديد. وعند الاطفال هي الكروب الخانوق، يعني في عنده يعني كمان الخانوق هو عباره عن مثل البحه بالصوت او انه في شغلات يعني مثل الاختناق مع السعال. هاي الاعراض موجوده خلال اسبوعين موجوده بسوريا. وممكن هذا الموضوع ما دام الاعراض الموجوده وعندنا هذا ممكن تكون هي عباره عن إوميكرون. والحمد لله انه الاصابات جدا خفيفه، بس المرضى يشتكوا بالسعال الشديد اللي يحدث عند المرضى انه عندنا إوميكرون. ممكن يكون عندنا إوميكرون ما دام في عندنا في الدول المجاوره في إوميكرون، ودول العالم حاليا كله إوميكرون. حتى الدراسات برا في بريطانيا او بدول اوروبا حكوا حاليا انه اي انسان موجود حاليا الاصابات الحاليه بنسبه عاليه جدا هو عباره عن إوميكرون، بس الاصابات خفيفه جدا. ويمكن هي النقطه الكثير مهمه هو اخف شدة عن المتحورات السابقة. بس خلينا نسألك دكتور كمان، إصابة المرأة الحامل كنا عم نشوف بكورونا بالمتحور السابق عم تكون شديدة، اليوم هيدا المتحور كيف عم تكون يمكن ردة فعله على جسم المرأة الحامل، وفيها تأخذ اللقاح بهي الحالة بعد شفاءها من كورونا؟ هلأ بالنسبة للحوامل الموضع خاص. هلأ الحوامل بغض النظر من بداية الأمور هو كوفيد، يعني هم من العوامل الخطورة الحامل. إذا تحدثنا عن الأمور إحنا عندنا الحمل ثلاث يعني الحوامل عندنا أول ثلاث شهور من 3 إلى 6 والأشهر الأخيرة. هلأ كوفيد يكون خطر على المرأة الحامل بشكل عام بغض النظر عن المتحورات أو غيره، أكثر شدة. أولا بالنسبة أول ثلاث شهور بالنسبة للحمل هي يعني يكون الكوفيد ما في الخطورة العالية إلا في حالة أنه لما يكون عندنا الحرارة عالية،
لما يكون عندنا الحراره عاليه عند الحوامل، يكون الحراره غير مسيطره على المسكنات وما تنزل بشكل هذا وتكون فتره طويله، هذا ممكن يكون خطوره على الجنين. على الحمل بشكل عام. دكتور خذ راحتك اعمله سايلنت اذا بتحب، ولكن يمكن هون بهمنا كثير نعرف انه هل الكورونا انه او المتحور الجديد ممكن هو ينتقل الى الجنين خاصه بالاسبوع او الاسابيع الاخيره من قبل ولادته؟ هلا انه يعني بالنسبه للحمل مثل ما حكينا انه الحراره بالاشهر بالثلاثه الى سته يكون المراه بشكل عام الحامل بشكل عام تشكو من زله تنفسيه، عندها ضيق نفس. لما يكون عندنا اصابه بكوفيد بشكل عام يصير عندنا خاصه اذا كان صار في اصابه رئويه، يعني صار في عندنا ارتشاحات بالرئه، يصير عندهم هذول نقص اكسجين، هنا الخطوره. الخطوره على الام وعلى الجنين. في الشهر الاخير لما نقول في الشهر التاسع ينتقل الى الطفل، لما تصاب المراه الحامل في الشهر التاسع بفيروس كورونا ممكن تنقله. هلا هاي بنسبه قليله، هو ممكن ينتقل بشكل خفيف، لانه لاحظوا انه بالدراسات، في دراسات عملوها بكل دول العالم، انه الاطفال اخذوا عينه انه في اضداد لكوفيد. نعم. يعني متشكله مناعه بالحاله، لما تكون في شكل مناعه بالحاله في انتقال وصار عندهم اضداد الاطفال عند الولاده. نعم. طب دكتور، يعني حكينا بحلقات سابقه انه حول العالم هناك دراسه لاعطاء الاطفال لقاح ضد الكورونا يمكن بجميع تحولاته. اليوم يعني نحن ضمن يعني ضمن هيك مواكبتنا للامراض اللي عم تنتشر لكورونا، كيف عم تنتقل بين الاطفال بسرعه كبيره جدا، برايك لقاح الاطفال هل هو رح يكون مهم؟ باي عمر ممكن انه هو نبلش بالبلد نعطيه للاطفال؟ قديش رح يوقي الاطفال؟ وهل يتعارض مع لقاح الانفلونزا العادي؟ هلا بالنسبه احنا الاوميكرون بشكل عام هو حاليا اكثر شيء عند الاطفال. مثل ما حكينا انه الاصابه لما لاحظوا برا انه كل الاعراض الحاليه والفحوصات كلها تتماشى مع انه هذه الاصابات هي اوميكرون. بشكل عام الاطفال اصاباتهم حتى بالكوفيد السابق، يعني الكوفيد الغير متحور، كانت الاصابات موجوده عند الاطفال ولكن بشكل خفيف. تمام. وما شفنا اي يعني يعني مثلا خطوره على الاطفال الا اذا كان عندهم امراض مزمنه. يعني الطفل كمان عنده امراض مزمنه، ممكن يكون عنده داء سكري، ممكن يكون عنده امراض خلقيه، مثلا امراض قلبيه، ممكن يكون عنده اي امراض مزمن، هنا مثله مثل اي انسان اخر. لذلك بالنسبه للاطفال حاليا صار في لقاحات موجوده، طبعا من عمر 6 سنوات فما فوق ممكن ينعطى اللقاحات حاليا. طبعا اللقاحات هاي بناء على دراسات على اللقاحات اللي موجوده طبعا بامريكا، هو الفايزر، هو يعني طلع انه في امن بالنسبه لاعطاء اللقاحات عند الاطفال. طيب دكتور، قديش مهم اليوم اخذ اللقاحات ضد فيروس كورونا؟ لانه اليوم عم نعطي اللقاح بشكل مجاني بس لسه الناس بتلاقيها متخوفه من اللقاح او من اثاره الجانبيه، وتختلف مناعات الاشخاص من شخص لاخر، خصوصا عند كبار السن بتلاقي نوعا ما اهالينا اللي حوالينا مترددين. اهميه اليوم اخذ هيدا اللقاح للحد من انتشاره، لانه عم نشوف المتحور الجديد هو منتشر بشكل كثير كبير وعم يكون في انتشار على نطاق واسع. يعني انت اخذتي اللقاح؟ اي طبعا اخذتي اللقاح طبعا، ولازم بعد شهرين نرجع ناخذه كريس طبعا كلها هيدا الشيء. يعني اولا يعني احنا يمكن اكثر بلد بالعالم ممكن ما اخذ لقاحات بسوريا. يعني انا عندي مرضى كثير مثلا يجوا على العياده وعندهم امراض مزمنه، اول سؤال اخذت اللقاح ولا لا؟ لا، الاغلبيه يعني معظم المرضى. ليه معظم المرضى يعني اسالوا عاد، انا اسال استبيان للمرضى، ليش ما اخذت اللقاح؟ والله اللقاح قاتل، والله اللقاح يعمل مشاكل، والله فلان اخذ اللقاح وصار عنده كورونا. لذلك يعني في هناك تخوف من المجهول، خاصة احنا الاشاعات والتكهنات اللي موجودة بين العالم كثير شديدة. كثير شديدة. لذلك يعني خاصة السوشيال ميديا. السوشيال ميديا يعني بشكل مرعب التحذير من اللقاحات. لذلك أول شغلة راح أعطي مثلا رسالة
للناس بسوريا، اول شيء احنا لازم نعرف مثلا يعني هو خطوره كوفيد وخطوره اللقاح. يعني اذا احنا نعرف مثلا ما هو تاثير كوفيد، بعدين احنا لازم نفكر بموضوع اللقاح. يعني اولا احنا في عندنا نسبه من 10 الى 20% من المصابين بالكوفيد ممكن يدخلوا على العناية المشددة. صحيح. يعني ممكن يعني يدخلوا على المشافي عفوا، وهذه تكون الإصابات شديدة. في نسبة الوفيات بالنسبة لدخوله إلى العناية المشددة نسبة 1%. اثنين، الاختلاطات اللي ممكن تحدث بعد كوفيد، يعني هناك تأذي في العضلة القلبية بنسبة حوالي 78%. هناك تأذي بالإصابة الرئوية وهو التليف الرئوي بنسبة حوالي 53%. هلا هي الإصابة الرئوية والإصابة القلبية، هذا اثنين مهمين وممكن تعمل تأذي، وعم نشوفهم كثير الحالات اللي موجودة حاليا تليف بالرئة. ممكن يصير في عندنا يعني أعراض بعد كوفيد، وهي أعراض مستمرة وممكن تستمر إلى شهور، اللي هي مثلا التعب العام. كثير مرضى يشكوا من التعب العام وبنسبة حوالي 53%. ممكن يصير عندنا أعراض نقص بالشم ممكن تستمر شهور. ممكن يصير في عندنا أعراض مستمرة اللي هي فقدان للذاكرة بنسبة 34%. بالحالة احنا في أعراض بعد كوفيد، احنا إذا فكرنا بهذا الموضوع، واحد والله عنده تليف بالرئة وعايش على الأكسجين بالمنزل لمدة شهور، أو أنه يمشي مثلا 100 متر ضيق بالنفس، أو عنده مشكلة قلبية، هي أيهما أفضل؟ إنه لما أشوف هذه الإختلاطات وعم نشوفها والأهل عم يشوفوها، ما أخذ اللقاح اللي هو اللقاح آمن، لقاح ما له أي تأثيرات جانبية، وكل العالم أخذ اللقاحات وعملهم دراسات وما ينعمل أي شيء إذا ما في هنا دراسات موثقة ودراسات على أعداد هائلة قبل إعطاء اللقاح. صحيح. ونفكر والله انه والله اللقاح والله يعمل لي مشاكل، ولا اللقاح ممكن يعمل لي اي مشاكل، لذلك الحل الوحيد والامن هو اخذ اللقاح. طيب هون دكتور بس خلينا هيك نحكي مع الناس شوي، كثير في تساؤلات بالشارع السوري، عندنا لقاح لايت هو جرعه وحده، لقاح المدري شو هو جرعتين، وهلا لازم تاخذ الجرعه الداعمه او تاخذ الجرعه الثالثه اذا كان صار لك سنه اخذها. خلينا نحكي كثره الانواع او الاقاويل، صاروا الكل دكاتره بالشارع السوري صار حدا يقول لك لا خذ هذاك احسن، لا الثاني احسن لانه هو ما بيأذي. انا تحسست او انا حطيت الليره صارت تلقط الليره، او اكيد سمعتها وشفت الفيديوهات على الأسترازانيكا، خلينا نقول مثلا صارت تلقط الليرة على الإيد محل ما أنا أخدين اللقاح. خلينا نحكي كثرة الأنواع، خلينا نطمن العالم وين يتجهوا، شو هو الصح لما في هيك تساؤلات، يعني لمين يسألوا؟ يعني أولا بالنسبة نحكي اللقاح آمن، واللقاح هو الحل الوحيد بالنسبة للوقاية من كوفيد. أوكي. اللقاح هو الحل الوحيد، وما نستهون بموضوعه. أي إنسان لحد الآن ما أخذ اللقاح مباشرة على اللقاح، أول شيء مثل ما حكيت بالنسبة للإختلاطات، طبعا إحنا إذا ما نحكي على أي نوع لأنه والله هذا أفضل ولا هذا، في عندنا أنواع موجودة، المتوفر ياخده المتوفر. يعني مثل والله لقاح فايزر أحسن من أسترازينيكا، أسترازينيكا أحسن من اللقاح. أسترازينيكا ما بينعطى تحت الخمسين، صار ينعطى لا عم ياخذوا تحت الخمسين كله. فهي لذلك بالنسبة للأقاويل والله هذا اللقاح أفضل وهذا اللقاح أفضل، كل واحد له آلية معينة، لذلك أي لقاح موجود ممكن ناخذه. طبعا إحنا بالنسبة للقاحات مشان نطمن العالم، هلا اللقاحات يعني صارت أقاويل عليها إنه في اختلاطات، هو الاختلاطات الموجودة كثير خفيفة ونادرة. بالنسبة للاختلاطات الموجودة ممكن عند أغلب الناس اللي هو ممكن يصير عندنا ألم مكان الحقن. الألم هذا ممكن يستمر فترة قصيرة ويروح، ممكن على المسكنات. نعم. ممكن يصير عندنا بعد تستمر حوالي 48 ساعة أعراض تعب، حرارة، صداع، تعب عام، هذا ممكن تستمر 48 ساعة وممكن على المسكنات تخف. هناك في بعض اللي عملت ضجة عالمية حتى بدول برا، بدول الناس المتقدمة ودول أوروبا وأمريكا، حدث أن ممكن يحدث مثلا تجلطات
بالرئه او تجلطات او جلطات دماغيه، هذا وصار اقاويل على لقاح استرازينيكا. هذه يعني بنسبه جدا قليله جدا جدا، ممكن يعني 7 بالمليون. يعني ممكن احنا اي لقاحات، ممكن اللقاحات العاديه ممكن نعمل اختلاطات، ادويه ممكن تعمل اختلاطات، بس هاي نسبه جدا قليله، وصار تداول على السوشيال ميديا بشكل مرعب انه هذه اللقاحات ممكن تعمل لي جلطات وتعمل لي ايش. لذلك بالنسبه للقاحات امنه وما في اي تاثيرات جانبيه على المدى القصير، على المدى البعيد احنا ما عندنا افكار حول هذا الموضوع. كثير مهم اخذ اللقاح اليوم لحمايه مش فقط نفسك، لحمايه عيلتك ومحيطك ومحبينك وللحد من انتشار فيروس كورونا. واليوم الدوله السوريه عم تعطيه مجانا بجميع المراكز، لهيك لازم ناخذ اللقاح، ودائما عم نذكر اهميه اخذ اللقاح والتوعيه لاخذ اللقاح. نتشكرك دكتور عبد الرحمن دكاك، اخصائي امراض داخليه صدريه، على وجودك معنا. شكرا كثير لك. الله يسلمك. شكرا كثير لك دكتور عبد الرحمن، واهلا وسهلا فيك.